السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل، اللي هي ابسط دوائر التبريد. وفي الاخر كمان برضه هوريكم ازاي تستخدموا البي اتش شارتس، بس لما نيجي للمساله عشان ايه نطبق عليها على طول. طيب، اول حاجه عايزين نتكلم يعني ايه اصلا كلمه ريفريجريشن. هي كلمه ريفريجريشن معناها ان ترانسفير اوف هيت من مكان درجه حرارته قليله لمكان درجه حرارته اعلى منه. طب احنا عارفين ان الطبيعي ان اتجاه الهيت ترانسفير بيكون من الهاير تمبرتشر لللور تمبرتشر. طب عشان يحصل العكس، لو انا عايزه انقل حراره من مكان low temperature لمكان درجه حرارته اعلى منه، يبقى ساعتها محتاجه ديفايس معين هو اللي يعمل الكلام ده. الديفايسز اللي بتعمل العمليه دي بنسميها refrigerators او heat pumps، او لو كنتوا فاكرين كنا بناخدها في ترم 1 بنقول عليهم reversed heat engines. تمام؟ فالrefrigerators والheat pumps بيشتغلوا على سايكل بيكون الهدف منها ان هي تطلع هيت. لو كانت الهيت دي انا هستخدمها for heating، تمام، يبقى ده بالنسبه لي كده هيت بامب. طب لو الهيت اللي باخدها دي بستخدمها او استفدت منها ان انا اعمل كولينج المكان، فده بنسميه ريفريجريتورز. او زي ما انتم شايفين دي كده الدايره بتاعت الريفريجريتور ودي بتاعت الهيت بامب. لو دي الريفريجريتور، هي دايره التبريد او يعني السايكل كلها عندي موجوده جوه الدايره الصغيره، كنا بنرسمها ونقول عليها ريفرس هيت انجن دي لو فاكرين في ترم 1. تمام؟ ففي الدايره دي اللي بيحصل ان احنا بنسحب حراره من مكان درجه حرارته قليله ونرميها في مكان، نرمي حراره في مكان درجه حرارته اعلى. بس عشان العمليه دي تتم لازم يكون في حاجه انا بدفعها، لازم يكون في انبوت من عندي، ده بيكون اللي هو ايه الورك نت ان. تمام، حلو. طيب دي كده دايره ايه الريفريجريتور. كنا بنقول ان الدوائر اللي بتطلع باور بنحسب لها حاجه اسمها ثيرمال افشنسي، لكن الدوائر اللي بتكونسيوم باور بنحسب لها حاجه اسمها كوفيشنت اوف بيرفورمانس اللي هو السي او بي. فلو انا عايز احسب السي او بي ده للريفريجريتور، هو عباره عن ايه؟ نفس الكونسيبت بتاع الافشنسي، هو عباره عن الحاجه اللي انا استفدتها الديزايرد اوتبوت بتاعي على الحاجه اللي انا دفعتها عشان اوصل للاوتبوت ده، اللي هي يعتبر بالنسبه لي ايه الريكوايرد انبوت. طيب انا باخد من السايكل دي ايه؟ دي سايكل المفروض ريفريجريشن، يعني الهدف منها اني اعمل كولينج. يبقى انا بستفيد من انهي كيو؟ هل بستفيد من الكيو اللي بسحبها من المكان عشان يبرد، ولا الكيو اللي برميها في المكان الهاير تمبرتشر؟ اكيد انا عايز اعمل كولينج، يبقى انا كل ما اسحب حراره من المكان فهو هيبرد اكتر، يبقى انا بعمل كولينج احسن. يبقى انا بستفيد من الكيو ال اللي احنا بنسميها ريفريجريشن افكت. طيب في المقابل دفعت ايه عشان احصل على الريفريجريشن افكت ده؟ دفعت الورك ان، الفلوس اللي دفعتها عشان اشغل ايه الجهاز اللي محتاج ورك ده اللي هو في الحاله دي الكمبريسور. يبقى ده اللي هو ايه الورك نت ان. حلو قوي. لما كنا بنتكلم بقى على الهيت بامب قلنا ان دي سايكل الهدف منها ان احنا عايزين نعمل هيتنج، بس هي ريفرس هيت انجن برضو. فهتلاحظ يعني ان السايكل بتلف كاونتر كلوك وايز، يعني دي سايكل بتكونسيوم باور. جميل. فبرضه نفس الكلام، بسحب حراره من مكان لو تمبرتشر وارميها في مكان ايه هاير تمبرتشر، بس عشان اعمل العمليه دي لازم يكون في عندي ورك ان. لو جيت احسب بقى هنا السي او بي، هيبقى برضه ايه الحاجه ده سي او بي الهيت بامب، الحاجه اللي انا استفدتها على الانبوت بتاعي اللي انا دفعته. انا استفدت من هنا ايه؟ ده الهدف منه يعمل هيتنج، يبقى انا بستفيد من الكيو اتش اللي برميها في المكان اللي درجه حرارته عاليه. بتبقى عباره عن الكيو اتش دي بقى اللي هي بنسميها الهيتنج افكت، على ايه الورك نت ان اللي دفعته، ده الانبوت بتاعي. جميل قوي. ده كده ايه الكونسبت نعتبر خدناها او عدينا عليها في فيرم 1 قبل كده، بس يعني بنراجعها بشكل سريع. لو تفتكروا كمان في حاجه عندنا كان اسمها ريفرست كارنوت سايكل او كارنوت سايكل دي ايه. هو كان في شخص اسمه كارنوت وعمل سايكل ريفرسبل، قال ان هي هتتكون من 4 بروسيسز. تمام، الاربعه بروسيسز دول ريفرسبل، يعني ايه؟ يعني اقدر اعكسهم تاني، اقدر اعكس اتجاههم. لو انا قلت ان السايكل كانت بتاعه كارنوت بتلف كلوك وايز، لان هو كان كارنوت ده عامل سايكل بتبروديوس باور، فلما تكون السايكل اللي عندي بتبروديوس باور فهتلاقي ان السايكل بتلف ايه كلوك وايز. حلو. فبمعنى ان الفور بروسيسز اللي عندي دول ريفرسبل، يبقى انا اقدر اعكس الاتجاه بتاع السايكل. فلما عكست اتجاهات السايكل طلعت لي حاجه اسمها ريفرست كارنوت سايكل. انا بس مجرد عكست الاتجاهات بتاع السايكل اللي عملها كارنوت، فخليت ان السايكل دي بتلف كاونتر كلوك وايز، يعني دي سايكل ايه بتكونسيوم باور. يعني نفس فكره ايه الريفريجريتورز، بس هو كارنوت عمل شويه اسامبشنز. احنا قلنا ان هي بتتكون من 4 ريفرسيبل بروسيسز. فين دول بقى؟ قال لي الفور ريفرسيبل بروسيسز دول اتنين منهم ايزوثيرمال والاتنين التانيين ايزنتروبيك.
فهحط ان الدايره دي تتكون من فور كومبوننتس دول. ده حاجه بنسميها الايفابوريتور، هو هيت اكستشينجر عادي جدا بيكستشينج هيت بين اتنين فلويدز واحد درجه حرارته اعلى من التاني، وده الكمبرسر، وده بنسميه الكوندنسر برضه هيت اكستشينجر نفس الفكره، ودي تربان. تمام، فدي كده ايه الكومبوننتس بتاعت الريفرست كارنوت سايكل. قال لك ان بيحصل ايه من واحد لاتنين، الايفابوريتور ده بيبدا يسحب حراره من مكان كولد او ده يعتبر ريفريجريتد سبيس، المكان اللي انت عايز تبرده، فبيبدا يسحب حراره من هنا، ونقول دي مثلا كيو ال. فالريفريجرنت اللي ماشي جوه التيوبس ده نفسه هيحصل له ايه؟ هيتبخر، فيطلع لي هنا كساتوريتد فيبر على ضغط بتاع الايفابوريتور ده. جميل، العمليه دي بتتم ايزوثيرمالي يعني كونستنت تمبرتشر، ادي واحده من العمليات الريفرسبل اهو، ايزوثيرمال هيت اديشن في الايفابوريتور. بعد كده من اتنين لواحد هيحصل، من اتنين لتلاته هيحصل كومبريشن جوه الكمبريسور ده ايزنتروبيكلي، العمليه دي تاني عمليه عندي ايزنتروبيك كومبريشن جوه الكمبريسور، فالبريشر هيزيد والتمبرتشر هتزيد، درجة الحرارة هتزيد لحد ما تبقى أعلى من ال surrounding medium اللي بره، فلما يعدي جوه التيوبس دي بتاعة الكوندنسر هيبدأ يريجكت هيت للمكان اللي بره ده، نقول دي مثلا كيو اتش ريجكتد. فالفريون او الريفرجرنت اللي ماشي جوه التيوبس هيحصل ايه؟ هيتكثف، واخده من هنا كساتوريتد ليكويد، هنا لما خرج من الكمبريسور خرج كساتوريتد فيبر. جميل، يبقى تالت عمليه ريفرسبل اللي هي الهيت ريجكشن في الكوندنسر كيو ريجكتد، دي برضو ايه ايزوثيرمال. بعد كده اخر عمليه ريفرسبل اكسبانشن جوه التربين من 4 لـ1، دي عملية ايه؟ ايزنتروبيك، يبقى ايزنتروبيك اكسبانشن في التربان. جميل، تعالى نحط الكلام ده على التي اس دايجرام ونشوف البوينتس مكانها فين. طيب اول حاجة تعالى نبدأ بنقطة ايه؟ الساتوريتد فيبر اللي نقطة 3 اللي خارجة من الكمبريسور دي، احنا الدايرة دي فيها ضغطين، الضغط بتاع الايفابوريتور هو الضغط القليل، والضغط بتاع الكوندنسر هو الضغط العالي، فنقطة 3 دي ساتوريتد فيبر على الضغط بتاع مين؟ الضغط بتاع الكوندنسر هي داخله عليه، يبقى على ضغط الكوندنسر ادي نقطه 3 ساتوريتد فيبر. بعد كده 3 دي هتدخل جوه الكوندنسر فيحصل ايه؟ تفقد حراره فيتحول الى ساتوريتد ليكويد، يعني حصل فيز تشينج او فقد كيو اتش، فاتحول من ساتوريتد فيبر الى ساتوريتد ليكويد. نقطه 4، جميل اهو، زي ما شفنا العمليه دي ايزوثيرمال عند التي ساتوريشن او التي ايفابوريشن سوري او التي كوندنسيشن جوه الكوندنسر دي، هي درجة الحرارة هنا ثابتة زي ما قلنا العملية الايزوثيرمال. جميل، من 4 لـ1 العملية دي ايزنتروبيك اكسبانشن، يبقى اس كونستنت على التي اس، يبقى دي نقطة 1 اهو اس كونستنت. جميل، عندنا كمان من 2 لـ3 دي عملية ايزنتروبيك اهو اس كونستنت من 2 لـ3. بعد كده في فاضل اخر حاجة اللي هي من 1 لـ2 دي عملية ايه؟ هيت اديشن برضو ايزوثيرمال اهو، 1 و2 على نفس درجة الحرارة اللي هي التي ساتوريشن عند الضغط ده او اللي هي التي ايفابوريشن يعني. طيب يبقى دول كده ايه الفور ريفرسبل بروسيسز. بصوا هتلاحظ ان الدايرة بتلف كاونتر كلوك وايز، يعني دي دايرة ايه بتكونسيوم باور. جميل، دي كده الريفرس كارنوت سايكل، احنا كنا بنقول ان كارنوت ده كان بيدينا اعلى افشنسي، فده معناه ان الريفرس كارنوت سايكل دي برضو هتطلع لي اعلى سي او بي، هتديني الماكسيمم سي او بي. فاحنا كان نفسنا ان كارنوت سايكل او ريفرس كارنوت سايكل دي تكون هي السايكل الايديال بتاعت الريفريجريشن، بس للاسف هي فيها شويه مشاكل هي اللي خلتها ما تنفعش تكون يعني بعيده خالص عن الاكشوال سايكلز بتاعتنا. تمام، المشاكل بتاعتها هي ايه بقى؟ اولا هي العمليتين اللي هما من 3 لـ4 ومن 1 لـ2 دول ما فيهمش مشكله، العمليات الايزوثيرمال دي اقدر فعلا في الحقيقه اقرب لها عن طريق بس الديزاين بتاع الهيت اكسشينجرز اللي عندي، فمش هما دول اللي عاملين الازمه. مشكلتي كانت في النقطه رقم 1 اللي العمليه من 4 لـ1، النقطه اللي خارجه من التربين، النقطه دي خارجه الفيس بتاعها ايه؟ عباره عن ميكستشر من ليكويد وفيبر والمويستر كونتنت بتاعها عالي، وهي قريبه قوي من الخط اللي الاكس بتاعته بزيرو، فمعناه ان الليكويد اللي فيها كتير، فده طبعا حاجه مش كويسه بالنسبه للتربين. تمام، فانا النقطه دي عامله لي مشكله. في مشكله تانية اللي هي نقطه 2 او العمليات الهيت اديشن جوه الايفابوريتور، النقطه اللي داخله على الكمبريسور دي برضو الفيز بتاعها ايه؟ عباره عن ميكستشر من ليكويد وفيبر، فده معناه ان انا محتاجه اجيب كومبريسور يقدر يتعامل مع 2 فيز، فدي حاجه مش براكتيكال، مش ده الموجود في الدوائر بتاعه الريفريجريشن يعني.
فقال لك للاسف مش هنقدر نعتبر ريفرس كورنر دي، مش هتنفع نعمل تبقى هي الابروكسيميشن يعني بتاع الاكشوال ديفايسز، فهي ده الموديل ده مش رياليستيك خالص. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نعمل شويه تعديلات فنوصل منها الى الايديال فيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل. ايه بقى التعديلات دي؟ قال لك مش احنا التربينه دي عندنا مشكله فيها ان هي مش عارفه تتعامل مع التو فيز، بس انا اصلا حاجه كويسه بالنسبه لي ان اللي يبقى داخل على الايفابوريتور فيه ليكويد كتير، انا يهمني المويستر كونتنت ده يزيد، لان الحبه الليكويد دول لما يعني انت الميكستشر اللي داخل جوه الايفابوريتور ده فيه ليكويد وفيه فيبر، الفيبر بيخرج زي ما هو فيبر، طب الليكويد بيتبخر وتحول لفيبر، بيتبخر عن طريق ايه؟ الحراره اللي بيسحبها من المكان، وكل ما بيسحب اكتر كل ما المكان ده يبرد اكتر، يبقى انا الريفريجريشن افكت بتاعي بيبقى احسن، وبالتالي كل ما الكميه دي تزيد دي حاجه كويسه بالنسبه لي، ان انا كده بعرف ابرد اكتر. فانت مش عايز النقطه دي تعالجها بان انت تدخلها جوه، لا انا عايزه ديفايس بس يقدر يتعامل مع الليكويد فيبر ميكستر ده. فاحنا شلنا التربينه دي وحطينا مكانها ثروتل فالف، جهاز بيعمل ثروتلينج كل وظيفته ان هو ايه؟ بيعمل بريشر دروب على الفلويد اللي عندك ده، وبما ان احنا بنتعامل مع ريفريجرنتس اللي هم يعتبروا بيور سبستنس، فنتيجه البريشر دروب ده درجه الحراره كمان بتقل قوي وبيحصل فيس تشينج. طيب جميل، يبقى دي اول مشكله حليناها بتاعت نقطه واحد. طب النقطه اللي داخله للكمبريسور قال لك هنعالجها ازاي؟ هنخلي بس الايفابوريتور بعد كده لما يجي يسحب حراره يفضل يسحب حراره لحد ما النقطه اللي خارجه منه دي تخرج كساتوريتد فيبر، ما يبقاش عندي اي ليكويد خالص عشان هو داخل على الكمبريسور، فهي اتليست تكون ساتوريتد فيبر. طيب تعالى نشوف الايديال بقى فيبر كومبريشن ريفريجريشن بعد التعديلات اللي انا عملتها اهو، نفس الفور كومبوننتس، ادي ده الايفابوريتور بتاعي ده بيسحب حراره من المكان اللي بيبرده، تمام، وده الكمبريسور يبقى فيه ورك ان، وده عندي الكوندنسر بيريجكت هيت لبره. جميل، وحطينا هنا بقى ايه؟ ادي الجهاز اللي بيعمل ثروتلينج، ثروتلينج ديفايس. ثروتلينج ديفايس ده ممكن يكون اكتر من نوع بقى. ماشي، فبقى كده البروسيسز اللي موجوده عندي هي عندي من واحد لاتنين اهو، من واحد لاتنين في الكمبريسور، دي عمليه ايزنتروبيك كومبريشن جوه الكمبريسور اس كونستنت. جميل، من اتنين لتلاته دي عملية هيت ريجكشن او كوندنسيشن يعني جوه الكوندنسر ده، بتتم اندر كونستنت بريشر. هتلاحظ ان العملية دي ما بقتش ايزوثيرمال هنا بقى، هنشوف لما يجي نرسم على التي اس والبي في والبي اتش سوري. تمام، نقطة التلاتة دي بقى ايه؟ خرجت خلاص ساتوريت الليكويد، يبدأ يدخل على ثروتلينج ديفايس. عملية الثروتلينج عندنا بتتم اندر كونستنت اتش او بنسميها الايزو انثالبي. تمام، فانت عندك ايه؟ ايزو انثالبيك اكسبانشن جوه الثروتل ديفايس. بعد كده من 4 ل 1 فدي هيت اديشن برضه جوه الايفابوريتور، تمام، والعمليه دي بتتم برضه ايه؟ اندر كونستنت بريشر. جميل قوي، تعالى نشوف الكلام ده على الدايجرامز بتاعتنا اهو، ادي التي اس وادي البي اتش، بس لازم برضو ايه الرسمة تكون قدامنا عشان نعرف كل بوينت مكانها فين اهو. اول حاجة تعالى نبدأ من عند نقطة واحد اللي هي خارجة من الايفابوريتور، النقطة دي بتخرج بالنسبة لي كساتوريتد فيبر، واحنا لسه قلنا دلوقتي هنحل مشكلة ال ريفرس كارنوت سايكل بان احنا نخلي اللي خارج من الايفابوريتور ده كله اتبخر وخرج كساتوريتد فيبر، يبقى نقطة واحد دي ساتوريتد فيبر على ضغط الايفابوريتور، احنا قلنا عندنا ضغطين ايفابوريتور وكوندنسر، ادي نقطة واحد. جميل، دخلت الكمبريسور هيعمل ايه؟ ايزنتروبيك كومبريشن، التمبرتشر هتزيد والبريشر كمان هيزيد، فنخرج عند نقطة اتنين اهو، ده كده على التي اس، فانا خدت خط اس كونستنت، ادي نقطة اتنين. من اتنين لتلاتة بقى هيريجكت هيت جوه الكوندنسر فيتحول لساتوريتد ليكويد على ضغط الكوندنسر اهو، بصوا اهي ما بقتش ايزوثيرمال، بقى في جزء من الحرارة اللي بيفقدها دي سنسبل، والجزء التاني ليتنت لحد ما يتحول الى ايه؟ ساتوريتد ليكويد. بعد كده يعدي على ثروتلينج ديفايس يعمل اكسبانشن، بس الشرط بتاعها ان الاتش تبقى كونستنت لحد ما يخرج عند 4، فخط الاتش كونستنت على التي اس بيبقى مايل بالشكل ده، فدي كده نقطه ايه؟ 4. بعد كده من 4 ل 1 ده هيبدا يسحب حراره تاني جوه الايفابوريتور لحد ما يتحول لساتوريتد فيبر، وهكذا السايكل تكمل.
طب تعالى نجرب على ال pH بقى. على ال pH برضو احنا عندنا خطين ضغط، ادي ال pressure بتاع ال evaporator وال pressure بتاع ال condenser. نقطة واحد saturated vapor على ضغط ال evaporator يبقى نقطة واحد هنا. من واحد لاتنين isentropic compression، خط ال S constant بقى على ال chart او على ال pH يبقى curve بالشكل ده، ادي كده نقطة اتنين. من اتنين لتلاتة هي reject heat او هيبدأ يفقد حرارة under constant pressure جوه الكوندنسر لحد ما يبقى كله liquid، فيتحول هنا ايه saturated liquid عند تلاتة، يدخل جوه throttle device يحصل expansion h constant على ال pH يبقى خط رأسي كده h constant، وادي كده نقطة اربعة. بعد كده ايه خلاص يسحب حرارة جوه ال evaporator ويخرج saturated vapor عند واحد وهكذا. فدي كده ايه الدايرة والرسومات بتاعتها. تعالوا بقى نشوف اصلا الدايره دي في الحقيقه بتشتغل ازاي، او دي دايره التبريد اللي موجوده في الثلاجات ايه بقى اللي بيحصل فيها. تعالى كده نبص، ده الشكل بتاع ايه الثلاجه. هتلاقوا بص الكومبوننتس اللي موجوده عندنا ايه، الكويلات اللي فوق في الفريزر دي ده الايفابوريتور تمام، وعندنا ايه تاني، عندنا بص بتاع الاسود اللي تحت ده الكمبريسور، وهتلاقوا في كويلات صغيره تحت دي، ده الجهاز اللي بيعمل ثروتلنج اللي هو نوعه في الثلاجه كابيلاري تيوب. والشبكة اللي ورا دي ده برضو هيت اكستشينجر، ده اللي هو الكوندنسر. طب جميل بقى، دول كده الفور كومبوننتس. فاللي بيحصل ايه بقى، زي ما شفنا على الدايرة اللي هنا، اللي بيحصل دلوقتي ان انت عايز تبرد اكل موجود جوه التلاجة صح. انا جايبة مثلا تفاحة بدرجة حرارة الأوضة عندي كانت ب 25 درجة سلسيوس، حطيتها جوه التلاجة، فايه اللي هيحصل؟ هتدي حرارتها دي لمين؟ للهواء اللي جوه التلاجة، فالهواء ده يبدأ يسخن. طب انا عايزة ابرد الهواء اللي جوه التلاجة، فالمفروض ان انا اعدي ريفريجرنت او اعدي فلويد درجه حرارته اقل من الهواء ده عشان يسحب منه الحراره، فالهواء ده يبرد. وبعد كده عملت ايه الكولنج بتاعي، فتلاقي الثلاجه جوه ساقعه. اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك كده محتاجين ان الريفريجرنت اللي يعدي هنا ده او الفلويد اللي احنا هنستخدمه ده درجه حرارته تبقى اقل من الكولنج ميديوم، فعشان ابرده بعديه على ايه، بعديه على ثروتل فالف. الدايره اللي بتاعت اهي تمام، فبعديه على جهاز بيعمل ثروتلنج. لو انا اللي داخل على ثروتلنج ديفايس ده بيكون ليكويد، زي ما قلنا ان خارج من هنا ده بيبقى ساتوريتد ليكويد، فبيكون ليكويد عند هاي بريشر. لما يعدي على ثروتلنج ديفايس بيحصل بريشر دروب، هو جهاز بيعمل ريستريكشن على الفلو. في الثلاجه عندنا هي حاجه اسمها كابيلاري تيوب تمام، الكابيلاري تيوب ده هي عباره عن ماسوره رفيعه جدا بس طولها كبير، هتلاقي مثلا 3 متر ولا حاجه، وتبقى ملفوفه بالشكل ده. فالفلو بيبقى ماشي في المسار ده، فهو مسار طويل بالنسبه له وفيه ريستريكشنز كتير، فبيبدا يحصل على الريفريجرنت ده بريشر دروب، فدرجه الحراره كمان بتقل، وبيبدا جزء من الليكويد ده يتحول الى فيبر تمام، فيخرج لي هنا ايه كميكستشر من ليكويد وفيبر عند نقطه 4 دي. بس الليكويد ده درجة حرارته دلوقتي قلت، بقت أقل من درجة حرارة الريفريجريتد سبيس، يبقى دلوقتي الريفريجرنت اللي ماشي جوه المؤسسة درجة حرارته أقل من الهواء اللي جوه التلاجة، فيسحب منه الحرارة، فكده أبرد الأكل. جميل أوي. يبقى أهم ديفايس عندي كان مين؟ الثروتل ديفايس، هو اللي خلاني أوصل بالريفريجرنت لدرجة الحرارة اللي أنا عايزاها دي، فالريفريجرنت هيسحب حرارة من الأكل ويتبخر ويخرج هنا إيه كساتوريتد فيبر، بس هنا عند لو بريشر. كده عمليه التبريد بتاعتي خلصت. طب انا عايزه دي تفضل شغاله في سايكل، عايزه العمليه دي تفضل تتكرر، يبقى انا عايزه من الستيت اللي هي ساتوريتد فيبر ولو بريشر ارجع تاني للستيت اللي هي ساتوريتد ليكويد عند هاي بريشر، عشان ادخل على ثروتل ديفايس يقلل التمبرتشر، يعمل بريشر دروب، فالتمبرتشر تقل اكتر من الريفريجريتد سبيس، فيسحب حراره فيخرج كساتوريتد فيبر تمام. يبقى انا هدفي دلوقتي ان انا اوصل من ستيت 1 الى ستيت 3. فهنعمل ايه؟ اول حاجه تعالى نزود البريشر، فحطينا الكمبريسور، هيبدا الكمبريسور يضغط الريفريجرنت اللي هو في سوليد فيبر، فدرجه الحراره تزيد والبريشر يزيد، فدرجه الحراره تزيد تبقى اعلى من درجه حراره ايه السراوندنج ميديوم، او في الحاله دي اللي هو الكيتشن اير بتاعنا تمام. فالريفريجرنت اللي ماشي جوه درجه حرارته اعلى من درجه حراره الهواء اللي في المطبخ، فطبيعي جدا يريجكت هيت، عشان كده لما تحط ايدك ورا الثلاجه بتحس بحراره خارجه اللي هي من الكوندنسر ده، ان الريفريجرنت اللي ماشي فيه درجه حرارته اعلى من حراره الهواء اللي في المطبخ، فهيرمي حراره فيه لحد ما هو نفسه يتكثف ويخرج هنا كليكويد والضغط بتاعه عالي.
تمام. بس بعد كده يدخل على الصوت الفالف، يعمل نفس العمليه، يحصل بريشر دروب، تمبرتشر تقل، فيس تشينج، جزء من الليكويد يتحول الى فيبر، يعدي جوه الايفابوريتور يسحب الحراره ويتحول الى فيبر وهكذا. فدي كده ايه الفكره بتاعت دايره التبريد في التلاجة. تعالى بقى نشوف ايه الحسابات اللي احنا بنعملها. انا دلوقتي بحتاج في دايره التبريد، لو عايزه اعرف البرفورمانس بتاع الدايره دي، فانا محتاجه اعرف ايه السي او بي بتاعها. فعشان اعرف السي او بي محتاجه شويه معلومات. هو السي او بي اصلا عباره عن ايه؟ السي او بي بتاع الريفريجريتور عباره عن اللي انا استفدته على اللي انا دفعته. احنا قلنا بنستفيد من السايكل دي الكيو اللي ببرد بيها، اللي هي الكيو ال اللي هي كانت في الايفابوريتور، او اللي هو الحراره اللي بيسحبها ايه الايفابوريتور، فيحول النقطه من ليكويد فيبر ميكستشر يحولها الى ساتوريتد فيبر. تمام. وقلنا بنسميها ريفريجريشن افكت. لو ضربنا ده في الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت فدي كده بنسميها ايه الكولينج كاباسيتي. جميل قوي. مقسومه على الحاجه اللي انا دفعتها اللي هي الورك التوتال اللي عندك، اللي هو عباره عن الورك بتاع الكمبريسور، ولو كان في عندك ايه ميكانيكال افشنسي. يعني ايه لو في ميكانيكال افشنسي؟ يعني لو انا ادي مثلا الكمبريسور بتاعي، تمام، الكمبريسور انا حطيته على الشافت ده ميكانيكال كابلنج، ففي موتور مثلا بيشغل ايه الكمبريسور ده، انا هسحب كهرباء من الموتور ازيد من اللي الكمبريسور محتاجها، علشان في جزء منها هيروح كميكانيكال لوسز والباقي هو اللي هيروح يشغل الكمبريسور. فده معناه ان انا احتاجت ايه باور اكتر من اللي الكمبريسور محتاجه عشان يشتغل. فانا لازم اعمل حساب ده طبعا في السي او بي بتاعي، لان ده فلوس انا دفعتها، فده انبوت من عندي برضو، فده عباره عن ورك الكمبريسور في الافشنسي. فلو ضربت ده في الماس بتاع الريفريجرنت ساعتها كده بجيب الباور، الباور ريكوايرد، يعني دي كده الباور دي بتبقى وحدتها بالكيلو وات. تلاحظ برضو ان الكولينج كاباسيتي اللي هي عباره عن الريفريجريشن افكت في الماس فلو ريت، الوحده بتاعتها لما تيجي تحسبها بتطلع معاك بالكيلو وات، بس احنا بنقيس الكولينج كاباسيتي ده بالطن ريفريجريشن، فبنقسم ده على 3.5 عشان احولها ايه لطن ريفريجريشن. دي وحده قياس معدل التبريد، يعني كولينج ريت، كولينج كاباسيتي. اوكي طيب، ده بالنسبه لي سي او بي. طب تعال نشوف اصلا بقى هنحسب ازاي الورك بتاع الكمبريسور وهنحسب ازاي الريفريجريشن افكت. هتلاقي بص هو باين من على الرسمه، يعني الريفريجريشن افكت بنعبر عنه بالفرق في الاتشات، او هنا بقى فرق من الاتشات من 4 لـ1. بس تعالى نثبت الكلام ده. لو انا طبقت الفيرست لو على كل ديفايس عندي، لو انا طبقت الفيرست لو كان بيقول لي ايه ان الكيو دوت ماينس الورك دوت بتساوي الام دوت دلتا اتش بلس تشينج في الكينيتيك انرجي بلس تشينج في البوتنشال. طبعا ده الفيرست لو فور اوبن سيستم، لان كل الديفايسز اللي موجوده دي اوبن سيستم، في ماس فلو ريت يبقى اوبن سيستم. قديم بقى الكلام ده. جميل. ف دلوقتي احنا بنجلكت البوتنشال انرجي وبنجلكت الكينيتيك انرجي، هيبقى لك كيو ماينس الورك بتساوي الماس فلو ريت في التشينج في الانثالبي. تعال نطبق ده على كل ديفايس. لو خدته مثلا على اول حاجه شايفاها الكوندنسر مثلا، خدت طبقت الكلام ده على الكوندنسر، الكوندنسر مفيش اي موفينج اليمنت فيه، فمفيش اي حاجه بتتحرك، فالورك فيه بزيرو. فيتبقى لي ايه ان الكيو الكيو ريجكتد من الكوندنسر اللي هي كيو اتش دي، او كيو ريجكتد دي عباره عن ايه الام دوت بتاعه الريفريجرنت في دلتا اتش الكبير ماينس الصغير. الكوندنسر بيريجكت هيت، يبقى الاتش في البدايه اعلى من النهايه، فيبقى اتش 2 ماينس اتش 3. ده كده وحدته ايه بالكيلو وات، الماس فلو ريت كيلو جرام بير سكند، والدلتا اتش وحدتها بالكيلو جول بير كيلو جرامز. جميل. لو طبقت نفس الايكويشن على مثلا برضو ايه الايفابوريتور عشان ناخد الهيت اكسشينجز كلها، برضو مفيش ورك، فهيبقى الكيو اللي بيسحبها بقى الايفابوريتور دي عباره عن ايه الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت في دلتا اتش، ده بيجين هيت، يبقى الاتش بعد اكبر من الاتش قبل، فتبقى اتش 1 ماينس اتش 4. جميل. ده كيلو جرام بير سكند، دول كيلو جو بير كيلو جرام، فهيبقى ده كده وحدته ايه بالكيلو وات. واحنا قلنا ان احنا بنقيس الكيو اللي بيسحبها الايفابوريتور، او اللي احنا بنسميها الكولينج كاباسيتي، بنقيسها بالتون ريفريجريشن. يبقى باخد الكيلو وات هقسمه على 3.5 يطلع لي ايه قد ايه كولينج كاباسيتي بالتون ريفريجريشن. جميل. لو انا حسبت الكيو
من غير ما اعمل حساب الماس فلو ريت، وقلت H1 ماينس H4 يعني وحدتها كيلو جو بر كيلوجرام، دي اللي بنسميها ريفريجريشن افكت. طبعا دي زيادتها حاجه كويسه انها بتحسن في السي او بي. جميل كده طبقناها على الكوندنسرز والايفابوريتورز، تعالى نطبق على الكمبريسر بقى. فالكمبريسر احنا قلنا ان عمليه الكمبريشن تمت ايزنتروبيكلي، يعني اديباتيك بلس ريفرسيبل، فاديباتيك يعني الكيوب زيرو بس في ورك طبعا. فهيبقى الايكويشن بتقول لك ان الباور بتاع الكمبريسر ده هي عباره عن الماس فلو ريت في دلتا اتش. انهي اتش بقى؟ اهو احنا بنعمل ورك ان، يبقى الاتش اللي بعد اكبر من اللي قبل، فتبقى اتش 2 ماينس اتش 1. ده كده وحدته ايه بالكيلو وات. جميل ده الباور بتاع الكمبريسور. كده فاضل ايه؟ وحسبنا خلاص السي او بي، وقلنا ان السي او بي هو عبارة عن الكولينج كاباسيتي على ايه الباور اللي انت بتدفعه في السيستم اللي عندك ده. فبيبقى عبارة عن الباور بتاع الكمبريسور مقسوم على الميكانيكال افشنسي لو كانت موجودة. طيب جميل. تعالوا بقى ايه نشوف المسائل اللي في الشيت، ونجرب برضو نطلع الاتشات من على الشورتس عشان نتدرب عليها. تعالوا بقى نشوف المسألة رقم واحد في الشيت. بيقول لي ان احنا عندنا ريفريجريشن سيستم الريفريجرنت اللي فيه امونيا. هو قال لي ان هو امونيا، يبقى انا عرفت كده نوع الريفريجرنت اللي عندي هيبقى R717. دي اول حاجة طبعا لازم احدد عشان اعرف لما اجي اشتغل في الشورتس هدخل على انهي نوع ريفريجرنت. تمام. وقال لي ان الكولينج كاباسيتي بتاعت النظام ده بتساوي 12 طن ريفريجريشن، اللي هي الوحده لسه كنا بنتكلم عنها من شويه. وقال لي ان الكوندنسيشن تمبرتشر، درجه الحراره اللي حصل عندها كوندنسيشن جوه الكوندنسر يعني، بتساوي 30 ديجري سلسيوس. وقال لي ان الايفابوريتنج تمبرتشر، درجه الحراره اللي حصل عندها ايفابوريشن جوه الايفابوريتر اللي هي تي ساتوريشن يعني، قال لي بتساوي نيجاتيف 8 ديجري سلسيوس. تمام. وبعدين اداني شويه معلومات عن الكمبريسور، قال لي ان احنا عندنا 2 سيلندرز، فنقول ان الزد دي النمبر اوف سيلندرز ب2، وعطاني ريشيو ما بين اللينث بتاع السيلندر و سوري الستروك بتاع السيلندر والديامتر. قال لي ان ده بيساوي ايه 1.5، واعطيني الان كام ريفولوشن بير سكند، 15 ريفولوشن بير سكند. وقال لي كمان ان الكمبريسور ده الفوليومتريك افشنسي بتاعته بتساوي 0.75، واعطيني ان في ميكانيكال افشنسي كمان بتساوي 0.9. جميل. ايه بقى اللي هو طالبه؟ اول حاجه عايز احسب السي او بي، تاني حاجه قال لي عايز يحسب الباور بتاع السيستم كله، وبعدين قال لي عايز الابعاد بتاعه السلندر بتاعه الكمبريسور، يعني عايز الدي والال. جميل يلا بينا نبدا نحل. اول حاجه بتعملها في مسائل الريفريجريشن ان انت ترسم البي اتش، ترسم الرسمه بتاعه البي اتش، وتبدا توقع النقط وتجيب الاتشات. جبت الاتشات ابدا شوف هو عايز ايه بقى. تعالى بقى نشوف فين الرسمه بتاعه البي اتش نرسمها اهو. ادي البي اتش عندنا ضغطين، ادي ضغط الايفابوريتور وادي ضغط بتاع الكوندنسر. تمام. هو عاطيني ان التي ايفابوريشن، درجة الحرارة اللي حصل عندها ايفابوريشن او التي ساتوريشن في الايفابوريتور بتساوي نيجاتيف 8 ديجري سلسيوس، دي اللي هي ايه خط درجة الحرارة اللي جوه ده. وعاطيني كمان درجة حرارة الكوندنسيشن التي ساتوريشن عند الكوندنسر 30 ديجري سلسيوس. جميل. البوينتس زي ما كنا بنحطها قبل كده، فقلنا ان نقطة واحد اهو، تعالى نبص على الرسمة. نقطة واحد اللي خارجة من الإيفابوريتر ساتوريتد فيبر على ضغط الإيفابوريتر، أدي واحد. دخلت الكمبريسر حصل إيه؟ أيزنتروبيك كومبريشن لحد اتنين، بعدين من اتنين لتلاتة بتريجكت هيت لحد ما تخرج كساتوريتد فيبر، وبعد كده إيه ثروتلينج اتش كونستنت لحد ما أوصل لأربعة. كده إيه رسمت الرسمة بتاعت البي اتش. عايزة بقى إيه أشوف أجيب الإتشات إزاي. تعالوا كده بص معايا على الشارت. انتوا معاكوا تشارتس كتيره الاكتر من نوع ريفريجرنت. تمام. انا دخلت على الريفريجرنت اللي مكتوب عليه R717 عشان هو ده اللي هو حددهولي في المساله. فهتلاقي ان السكيل اللي في الجنب ده
تمام. البريشرز فيه بالبار، ده لوج سكيل، فلما تيجي تقرا المسافات مش هتلاقيها ماشيه معاك بالظبط، يعني ممكن في كل الارقام تبقى الفروقات مش كبيره، ما عدا هتلاقي عند 1 و2 و10 و20 الفروقات كبيره. فلو عايز تجيب البريشر ما بينهم هتعملها ايه؟ يعني النص هو تلتين المسافه من الرقم اللي تحت، يعني 1 و2 امشي تلتين المسافه كده وصلت ل1.5 كده. لو هنا عندي 1 بار وهنا عندي 2 بار، عايز اعرف 1.5 فين، تمشي تلتين المسافه، فدي كده هنا 1.5 بار. تمام. طيب فيبقى السكيل اللي في الجنب ده هو بتاع البريشر، وتحت هتلاقي في عندك اكتر من حاجه مكتوب. بص تحت مكتوب خالص 0 100 200 300 وهكذا، الارقام دي مكتوب تحت انثالبي كيلو جول بير كيلو جرام. جميل، يبقى ده كده الاتش، يبقى اي خط راسي هيعبر عن ايه؟ كونستنت اتش. طيب فكده خلصنا البريشر والانثالبي. عندنا ايه كمان؟ بيقول لي شايفين الخطوط اللي لونها اخضر دي، اهي الخطوط فيه مكتوب عليها في بتساوي 1 بتساوي 0.8 0.6 0.4، دي خطوط السبيسيفيك فوليوم اللي لونها اخضر دي، بتمشي مع يعني مع نفس الكيرفتشر اللي عندك ده. ولو مشيت للاخر خالص برضو هتلاقي ان هو ايه، حاطط لك التدريج بتاع السبيسيفيك فوليومز في على الواي اكسس في الاخر. طيب برضو بص تحت هتلاقي مكتوب S بتساوي 1 2 3 4 وهكذا، الخطوط اللي لونها ازرق، في خطوط كده لونها ازرق اهي، دي كده خطوط بتاعت ايه؟ الاس، اهو دي الاس بتساوي 2 اهو. تمام. هتلاقيها باينه اكتر كمان هنا في المنطقه اللي هي السوبر هيتد، يعني خطوط الاس. جميل قوي. فاضل كده تحت هتلاقي اكس بتساوي 0.1 0.2 0.3، الاكس دي اللي هي مين؟ اللي هي دراينس فراكشن. لو فاكرين كنا بناخد في البيور سبستنس او في مع الستيم، يعني كنا بنقول ايه؟ ان الخط ده كل اللي عليه ساتوريتد ليكويد، صح؟ يعني 100% ليكويد، فالاكس بتاعته بزيرو. الخط ده كل اللي عليه ساتوريتد فيبر، يعني 100% فيبر، يبقى الاكس بتاعته بواحد. والاكس دي هي الدراينس فراكشن، هي عباره عن الماس بتاع الفيبر على التوتال ماس اللي عندي، يعني ماس الفيبر بلس الليكويد. تمام. فلما اقول الاكس بزيرو يبقى مفيش فيبر خالص، ماس الفيبر ده بزيرو، تمام، ويبقى كل اللي موجود عندي هو ليكويد. لما اقول الاكس بواحد يبقى الماس الليكويد هو اللي بزيرو وكل اللي عندي ايه؟ فيبر. طب في المنطقه اللي في النص اللي احنا بنسميها الوات ريجن او الميكستشر ريجن بتبقى الاكس من 0 ل1. تمام. المنطقه اللي هنا دي اللي احنا بنسميها سب كولد او الكومبرست ليكويد، والمنطقه اللي هنا دي اللي احنا بنسميها ايه؟ سوبر هيتد. نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الستيم. جميل. فهتلاقي بقى ايه الخطوط بتاعت الاكس؟ طبعا بتاخد قيمه في الساتوريتد ريجن بس، على الخط ده بتبقى ايه؟ كله ساتوريتد ليكويد فاكس بزيرو، وعلى الخط ده يبقى كله فيبر، يبقى كله ساتوريتد فيبر، يبقى الاكس بواحد. في النص بقى هتلاقي الاكس ايه؟ اخده قيم اهو، قال لي هنا اكس بتساوي 0.1 تمشي مع الكيرفتشر اللون الاسود ده، اكس ايكوال 0.2 اهو، اكس ايكوال ايه 0.3 وهكذا، هتلاقي الشكل بتاعه مايل كده جوه. واخرنا طبعا لحد ما الدوم تنتهي. جميل. دي كده ايه؟ فاضل بس خطوط التمبرتشر بقى. بص خطوط التمبرتشر اللي هي لونها احمر هنا دي مكتوب ايه؟ مثلا 50 ديجري سلسيوس، تمام. بص تمشي الناحيه الثانيه هتلاقي برده 50 ونازله كده، فتلاقي الخطوط بتاعه الكونستنت تمبرتشر على الشارت. لو احنا بنرسم مثلا ايه؟ ادي كده على البي اتش، تمام، فدي الدوم، فهتلاقي الخطوط الكونستنت تمبرتشر جايه راسي كده، وبعدين هوريزونتال جوه الويت ريجن، وبعدين اخده كيرفتشر ونازله، كل ده خط تمبرتشر ثابت. تمام. في الوات ريجن بقى هتلاحظ ان خطوط التمبرتشر تبقى منطبقه على خطوط البريشر، لان احنا في الميكستشر ريجن او الوات ريجن بيبقى عندنا تي ساتوريشن واحده قصاد كل بريشر. فهو في المساله دي اداني ان التي ساتوريشن بتاعت الايفابوريتور او درجه الحراره اللي حصل عندها الايفابوريشن كانت بنيجاتيف 8، يبقى لما ادخل على الشارت اروح عند الخط الهوريزونتال ده اللي مكتوب عليه ايه؟ اروح عند النيجاتيف 8 ديجري سلسيوس وامشي ايه؟ هوريزونتالي كده. ده كده الخط اللي حصل عنده الفيز تشينج. محدش يمشي مع التمبرتشر اللي نازله او اللي طالعه دي، يعني ما تمشيش معاها كده، لان احنا هو قال لي ان دي التي ساتوريشن، دي مش درجه حراره النقطه اللي خارجه من يعني اللي خارجه بعد كده، احنا بنمشي مع التي ساتوريشن بس. جميل. فيبقى لو انا عايزه اجيب نقطه واحد دي ساتوريتد فيبر على الضغط بتاع الايفابوريتور،
انا ما اعرفش ضغط الايفابوريتر، بس انا عارفه ان تي ايفابوريشن نيجاتيف 8، فيبقى هدخل عند خط اللي هو النيجاتيف 8 ده، تمام، لحد ما اقطع خط الساتوريتد فيبر. يبقى دي كده نقطه واحد. اروح اقرا الاتش بتاعتها، الاتش اللي تحت. جميل. فدي نقطه واحد سهله. طب عايزه اجيب نقطه اتنين. نقطه اتنين كل اللي اعرفه عنها ان هي موجوده على ضغط الكوندنسر، صح، وانها نفس الاس بتاعت واحد. فانا طالما جبت نقطه واحد هشوف الخط اللي بيعدي عليها ومكتوب عليه اس بتساوي، يبقى كده عرفت الاس بتاعت نقطه واحد اللي هي الاس بتاع نقطه اتنين. لحد ما تقطع الخط، بص بقى، هروح عند الخط، نرسمها خطه تانية هتبقى واضحه. هي دي كده ايه الشورت، ضغط الايفابوريتور وضغط الكوندنسر. احنا جبنا خلاص نقطه واحد، مفيش مشكله، عند الخط اللي مكتوب عليه نيجاتيف 8 ديجري سلسيوس قطعته مع خط الساتوريتد فيبر، عرفت اجيب نقطه واحد. شفت الخط اللي بيعدي عليها اللي مكتوب عليه اس بتساوي سلام عليكم. بالمره نطلع اقول لكم القيم هتطلع كام. اتش واحد دي هتطلع 1453.4، ده بالظبط يعني، ممكن وانت طبعا بتحسب هتطلع القيم قريبه، مش هتطلع بالظبط. ماشي. ايه تاني؟ الاس هتلاقي الاس طلعت بكام، 5.7 تقريبا. يبقى انا هروح عند الخط المكتوب عليه 5.7، انت مش هتلاقيه بالظبط، ممكن تلاقيه بين خطين، بس تمشي موازي للكيرفتشر بتاع الاس، كلهم خطوط ايه هتبقى موازيه لبعض، فتمشي موازي لخط مثلا لو كانت بين 5 و6 يبقى تمشي موازي للخطين دول عند ايه، حته قريبه من 5.7 كده. المهم هفضل ماشي على الخط ده لحد ما اقطع، اقطع ايه بقى، ده الضغط بتاع الكوندنسر، وانا معرفش ضغط الكوندنسر، بس اعرف درجه الحراره اللي حصل عندها الكوندنسيشن 30 ديجري سلسيوس. اجيب دي ازاي؟ ادخل في الوات ريجن عند الخط اللي مكتوب عليه 30 ديجري سلسيوس، تمام، وامشي هوريزونتال، مش همشي مع خط درجه الحراره 30، لان نقطه 2 درجه حرارتها مش 30، هي التي ساتوريشن بس، المنطقه اللي حصل فيها فيس تشينج هي اللي كانت عند 30، تمام. يعني كانك عملت ايه، رحت جبت البريشر وخدت نقطه 2 دي على نفس الضغط، بس كده. فجبت نقطه 2، انزل لتحت اقرا الاتش بتاعتها، هتلاقي اتش 2 طلعت معانا بكام، 1640 تقريبا كيلو جول بير كيلوجرام. حلو. فاضل لي كده نقطه مين، كده جبنا 1 و2، فاضل نقطه 3 سهله. نقطه 3 دي ساتوريتد ليكويد عند الضغط بتاع الكوندنسر، نفس الخط الهوريزونتال ده، لما يقطع خط الساتوريتد ليكويد كده جبت نقطه 3، انزل لتحت اقرا الاتش بتاعتها، يبقى اتش 3 عندي هتساوي 341.76 تقريبا. واتش 3 هي ايه، اتش 4 عشان عمليه الثروتلينج، اتش كونستنت، تمام كده. طيب خلاص احنا رسمنا البي اتش وجبنا كل الاتشات كده، فاضل بس ان احنا نعمل ايه، نحسب بقى اللي هو طالبه. هو قال لي اول حاجه عايزها هي السي او بي. طب هو السي او بي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكولينج كاباسيتي على ايه، الباور. هو عاطيني الكولينج كاباسيتي قال لي ب 12، بس قال لي 12 دي ايه، طن ريفريجريشن، يبقى هضرب في 3.5 عشان احولها لكيلو وات مقسومه على الباور. الباور عندي عباره عن ايه، عباره عن ماس الريفريجرنت في فرق الاتشات على الكمبريسور، بين الكمبريسور فرق بتاع الكمبريسور يعني H2 - H1، تمام، ده كده شغل الكمبريسور لوحده، ولو في عندي ميكانيكال افشنسي هقسم عليها، وهو عاطيها لي هنا في المسألة. يبقى ده كل الباور اللي استهلكته في الدايرة بتاعتي. جميل. انا معايا ايه، الاتشات معايا كلها، معايا ميكانيكال افشنسي قال لي ب 0.9، يبقى المجهول الوحيد عندي هو الماس فلوري بتاع الريفريجرنت. لو جبت ده هعرف احسب السي او بي. طب اجيبه ازاي؟ هو عاطيني الكولينج كاباسيتي بتساوي 12 في 3.5 كيلو وات. طب ما ده برضو بيساوي الماس فلوريت بتاع الريفريجرنت في فرق الاتشات على الايفابوريتور، تمام، لان ده اللي بيعمل التبريد، يبقى H1 - H4. حلو. الاتشات كلها معايا، يبقى المجهول الوحيد في الايكويشن دي هيكون مين، الماس فلوريت بتاع الريفريجرنت، فيطلع لي ده كده كيلو جرام بير سكند. خلاص عرفت الماس فلوريت بتاع الريفريجرنت، كده اقدر احسب ايه السي او بي، ما فيهوش مشكله. تاني مطلوب عندي كان عايز الباور، ما هو ده الترم اللي تحت ده هو الباور، فده برضو ايه ما فيهوش مشكله. يعني هقول ان الباور هو عباره عن الماس فلوريت بتاع الريفريجرنت في H2 - H1 مقسومه على ايه، الميكانيكال افشنسي. اخر بقى مطلوب
اللي هو كان عايز فيه الابعاد بتاعه السلندر اوف الكمبريسور. دي بقى هنعملها ازاي؟ بص، احنا فاضل جيفن واحد ما استخدمناهوش لحد دلوقتي، اللي هو مين؟ حاجه اسمها فوليومتريك افشنسي، اللي هو قال لي بتساوي 0.75. الفوليومتريك افشنسي دي ليها قانونين. الاولاني بيقول لك 1 بلس كليرنس ماينس الكليرنس مضروب في السبيسيفيك فوليوم بتاع السكشن على السبيسيفيك فوليوم بتاع ايه؟ الدليفري بتوع الكمبريسور. والكليرنس ده هو عباره عن السبيسيفيك فوليوم بتاع الكليرنس، سوري، الفوليوم بتاع الكليرنس يعني على الفوليوم بتاع الستروك. القانون التاني بقى بيقول لي هي عباره عن الفوليوم فلو ريت الاكتوال على الفي ستروك، وفكنا كل واحده منهم وقلنا ان ده عباره عن ماس فلو ريت في سبيسيفيك فوليوم بتاع السكشن على باي اوفر 4 في الدايمتر سكويرد في ال في زد في ان. هشرح لكم كل حاجه جت منين. بص بقى، القانون الاولاني ده انا بستخدمه لو كان الجيفن اللي عندي الكليرنس، لازم يكون عطيني كليرنس. لو عندي ادي البيستون سلندر اهو، ادي البيستون، فالبيستون ده بيتحرك لحد هنا، مش بيوصل لاخر السلندر. الحبه اللي احنا سيبناهم دول هم دول الكليرنس، تمام؟ الحبه بقى البيستون بتتحرك فيهم دول اللي بنسميهم ايه؟ الستروك. فالفوليوم بتاع الكليرنس على الفوليوم بتاع الستروك ده اللي بنسميه الكليرنس او كليرنس ريشيو يعني، تمام؟ فالواحد بلس الكليرنس ماينس الكليرنس في الفوليوم بتاع السكشن بتاع الكمبريسور على ايه؟ الدليفري بتاع الكمبريسور. جميل، ده لو هو عاطيني قيمة الكليرنس اقدر اشتغل بالقانون ده. لو مش عاطيهولي، القانون التاني بقى بيقول لك ايه؟ بيرجع للتعريف الاصلي، ان الاصلي ان الافشنسي او الفوليومتريك افشنسي دي عبارة عن ايه؟ الاكشوال فوليوم فلو ريت على الفوليوم فلو ريت بتاع الستروك. يعني ايه الاكشوال فوليوم فلو ريت؟ ده الفوليوم فلو ريت فعلا اللي الريفريجرنت هيبقى موجود فيه جوه السلندر بتاعه الكمبريسور، تمام؟ فهو الفوليوم فلو ريت هو عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان الدنسيتي هي ماس على فوليوم، صح؟ او ماس فلو ريت على فوليوم فلو ريت. يبقى الفوليوم فلو ريت ده عباره عن ايه؟ الماس فلو ريت على دنسيتي او مضروب في سبيسيفيك فوليوم. هي الدنسيتي هي واحد على سبيسيفيك فوليوم، تمام؟ فده اللي احنا عملناه. قلنا الفي دوت اكشوال عباره عن الماس فلو ريت بتاعه الريفريجرنت في الفوليوم فلو ريت اللي عند ايه؟ السكشن بتاع الكمبريسور، يعني في الحاله دي سبيسيفيك فوليوم واحد. المساله عندنا الكلام ده مقسوم على الفوليوم فلو ريت بتاع الستروك، ده الفوليوم فلو ريت اللي هو محسوب من الابعاد بتاعه السلندر، اللي هو لو كان الريفريجرنت ملا ايه السلندر اللي عندي دي كلها، جميل، في الستروك بتاعها. بس هو في الحقيقه ما بيمنهاش كلها، لان ممكن يكون في ليكج او اي حاجه تحصل. عشان كده ده اللي بتعبر عنه الفوليومتريك افشنسي، اللي هو قد ايه موجود من اللي كان المفروض يكون موجود يعني. حلو، فدي عباره عن ايه؟ ادي الاريا بتاعت السلندر باي اوفر 4 في الدايمتر سكويرد في ال الستروك، تمام؟ في كام سلندر عندي، فعملت كام ريفولوشن بير سكند. فانا دلوقتي مش معايا كليرنس في السؤال، يبقى انا هستخدم القانون التاني ده. معايا ايه بقى؟ معايا الماس فلو بتاع الريفريجرنت جبناه من شويه، مفيش مشكله. طب السبيك فوليوم واحد، لا انا ما جبتهاش، بس احنا جبنا النقطه نفسها من على الشارت. فانت هتشوف الخط اللي بيعدي بالنقطه دي مكتوب عليه السبيك فوليوم كام، فتيجي تحسبها هتلاقي ان السبيك فوليوم واحد بتطلع 0.38 تقريبا. السبيك فوليوم واحد تمام 0.38 متر كيوب بير كيلوجرام. طيب جميل. احنا معانا ايه هنا؟ معايا اتنين سلندرز 15 RPS. الال والدي مش معايا، بس انا عارفة ان الال بتساوي 1.5 دي، ده هو كان عطيها لي جيفن في المسألة. هشيل ده واحط 1.5 دي. كده بقى المجهول الوحيد في المسألة دي هو الديامتر بتاع السلندر، فاقول ان الدي او الديامتر ده بيساوي كام متر، وبعدين الال 1.5 من الدي، اقول ده بيساوي كام متر. كده جبت الابعاد بتاعت ايه؟ السلندر. دي كانت اول مسألة في الشيت. تعالى نشوف المسألة بعدها، هنحل مسألة رقم 6. المسألة بقى رقم 6 دي يعني هي مسألة فكرتها تقيلة شوية، فايه حاولوا تركزوا معايا في خطوة خطوة. دلوقتي بيقول لي ان هو عايز ينتج ايس، تمام؟ البرودكت بتاعي اللي انا عايز اعمله او الهدف من نظام التبريد اللي انا هعمله ان انا عايز انتج ايس بماس فلو ريت بيساوي قد ايه؟ 25 طن في اليوم. حلو، قال لي ان الايس ده انا عملته من ميه كانت درجه حرارتها 25 سلسيوس، يبقى التي انيشال بتاعتي
كانت ايه ب 25 دجري سلسيوس، اديتها رمز تي اي، هوصلها لايس درجه حرارته نيجاتيف 5 دجري سلسيوس. فدي بقى التي فاينل بتاعتي اللي هي التي اف دي، هي عباره عن ايه؟ نيجاتيف 5 دجري سلسيوس. اعطيني بقى شويه معلومات، قال ان السي بي بتاع الايس 2.09، واعطيني ال ليتنت هيت 335 كيلو جول بير كيلوجرام، تمام. وقال لي ان في شويه تمبرتشر ديفرنسز دلتا تي بين الايس والبراين 5 دجري سلسيوس، البراين والامونيا 5 دجري سلسيوس، والكولينج ووتر والامونيا 10 درجات، وقال لي دلتا تي كولينج رايز في ميه التبريد في الكوندنسر 6 درجات. تعال نفهم ايه اللي بيحصل اصلا في الموضوع ده. هو دلوقتي قال لك ان هو جايب ميه بدرجه حراره 25، تمام، وعايز يحول الميه دي ايه لايس، فاستخدم سائل وسيط ما بين الامونيا اللي في دايره التبريد، يعني هنا الماس بتاع الريفريجرنت هنا اللي ماشي هنا امونيا، تمام. فهو استخدم وسيط ما بين الامونيا دي وما بين الميه اللي عايز يحولها لايس، يعني ما استخدمش الامونيا للتبريد، لا، هو في حاجه في النص هي اللي بتبرد الميه، وفي بقى الامونيا بيبرد الحاجه اللي في النص دي، فالحاجه دي بنسميها براين. البراين ده ميه بملح، تمام، من مميزاتها ان هي الفريزنج بوينت بتاعتها قليله. فجايبين جبنا كيوبس، الكيوبس دي جواها ميه، دي الميه درجه حرارتها 25 دجري سلسيوس، تمام، وحوالين الكيوبس دي حطينا البراين. فايه اللي حصل؟ طبعا البراين لازم تكون درجه حرارته اقل من الميه عشان يبدا يسحب حراره من الميه دي لحد ما تتجمد، وكمان يوصلها لدرجه حراره ايه نيجاتيف 5. فكده البراين سحب الحراره من الميه، طب البراين نفسه سخن، مين اللي هيبرده؟ الامونيا بقى اللي جوه دايره التبريد. الامونيا دي ماشيه جوه المواسير بتاعتها، تسحب الحراره من البراين وترجع تاني للدايره، تخرج هنا كساتوريتد فيبر، تدخل الكومبريسر يطلع سوبر هيتد، هنا يجي في الكوندنسر يريجكت هيت، تمام، ايه يخرج كساتوريتد ليكويد، يعدي عصوره الفالف يطلع هنا ليكويد بلس فيبر، ونفس الكلام. جميل. يبقى عشان الكلام ده يحصل لازم تكون درجة حرارة البراين دي ايه اقل من درجة حرارة المية، ودرجة حرارة الامونيا اللي في الايفابوريتور اقل من درجة حرارة البراين. تعال نطلع بقى ايه درجات الحرارة بتاعتنا. لو هو عاطيني temperature differences، قال لي ان درجة حرارة الايس، الفرق بين درجة حرارة الايس في البراين 5 درجات، حلو، واحنا قلنا ان البراين هو اللي هيسحب حراره من الميه عشان يحولها لايس، يبقى لازم درجه حراره البراين تبقى اقل من الايس. فده معناه ان درجه حراره البراين دي هتبقى عباره عن ايه؟ النيجاتيف 5 درجه حراره الايس ماينس 5، فتبقى نيجاتيف 10 دجري سلسيوس. يبقى كده درجه حراره البراين اقل من درجه حراره الايس ب 5 درجات. حلو قوي. قال لي كمان ان عندي فرق درجه حراره ما بين البراين والامونيا 5 درجات. يقصد ايه؟ الامونيا اللي ماشي جوه الايفابوريتور، يعني الامونيا اللي جوه الايفابوريتور ابرد من البراين ب 5 درجات. يبقى لو كان البراين ده نيجاتيف 10، يبقى درجه حراره الامونيا اللي في الايفابوريتور هتبقى كام؟ نيجاتيف 15. دي التي ايفابوريتور، صح، درجة الحرارة اللي حصل عندها فيس تشينج جوه الايفابوريتور. طيب جميل. قال لي كمان ان عندي دلتا تي ما بين الكولينج ووتر وما بين ايه الامونيا. هنا بقى يقصد فين في الكوندنسر؟ احنا خلاص جبنا من هنا ان التي ايفابوريتور بتساوي ايه نيجاتيف 15. تعالى نطلع بقى للكوندنسر. الكوندنسر دلوقتي داخل له ريفرجرنت، المفروض تبقى درجة حرارة الريفرجرنت اللي ماشي جوه الكوندنسر اعلى من درجة حرارة مية التبريد عشان الكوندنسر يريجكت هيت لمية التبريد، تمام. فهو قال ان الفرق ده 10 درجات. طب انا اعرف حاجه اصلا عن ميه التبريد؟ قال لي ان الدلتا تي رايز ب6، قال لي ان ميه التبريد دي داخله 25 دجري سلسيوس، وان الدلتا تي رايز ان هي هتزيد وهي خارجه ب6 درجات، يعني هتخرج هنا 31 دجري سلسيوس. يبقى انا عايزه درجه حراره الامونيا اللي ماشي جوه الكوندنسر تبقى اعلى من ميه التبريد بالكام؟ بال10 دول، تمام. يبقى الامونيا او درجة حرارة الكوندنسر هتبقى كام؟ 41 دجري سلسيوس. يبقى انا كده جبت التي ايفابوريتور بنيجاتيف 15، وجبت ايه التي كوندنسر ب 41 دجري سلسيوس. جميل قوي. تعالى بقى ايه نبدأ نرسم البي اتش ونعمل نفس الخطوات اللي عملناها في المسألة اللي فاتت. قبل ما نشوف هو عايز ايه اصلا، هنجيب نرسم البي اتش ونجيب الاتشات وبعدين نشوف اللي هو طلب. ادي البي اتش، عندي ضغطين، ضغط الايفابوريتور
وادي ضغط الكوندنسر. انا معيش طبعا ضغوط الايفابوريتور والكوندنسر، بس انا قدرت من شويه اوصل للتي ايفابوريتور اللي هي بكام؟ بالنيجاتيف 15 ديجري سلسيوس، وان التي كوندنسر بتساوي كام؟ 41 ديجري سلسيوس. حد ممكن يسال احنا ليه خدنا او جمعنا ال 10 درجات دول على درجه حراره المايه اللي خارجه من ال يعني الكولينج ووتر اوت، مش ان مش على 25. هي دي حاجه كفاكتور اوف سيفتي، بس انت بتعمل احتياطاتك ان في كل الاحوال لازم يفضل درجه حراره الفريون اللي ماشي جوه الكوندنسر اعلى من درجه حراره ميه التبريد. لان لو انا كنت خدت على ال 25 وزودت 10 درجات فقلت انا 35، فممكن يعني الكولينج ووتر اللي بتسحب حراره ممكن اثناء السكه دي فتسخن اكتر شويه فتلاقيها زادت عن الريفريجرنت اللي ماشي هنا، فتبقى كده اتجاه الحراره اتعكس، ده مش صح. احنا كفاكتور اوف سيفتي بس بنجمع على ايه؟ درجه حراره ميه التبريد اللي خارجه، تمام؟ عشان دايما ابقى متاكده ان طول الوقت درجه حراره الريفريجرنت اللي جوه الكوندنسر اعلى من الكولينج ووتر. ماشي كده احنا رسمنا ايه معانا؟ تي ايفابوريتور وتي كوندنسر. نبدا نحط البوينتس بتاعتنا. النقطه اللي خارجه من الايفابوريتور ساتوريتد فيبر اس كونستنت، كده جبت نقطة 2 اللي خارجة من الكمبريسور. بعد كده يبدأ يتحول إلى ليكويد، يخرج ساتوريتد ليكويد من الكوندنسر اتش كونستنت فيخرج عند 4 هنا. حلو أوي، نفس اللي عملناه. تعالى نشوف هنجيب الاتشات هنا ازاي. عندي نقطة 1 نفس اللي عملناه في المسألة اللي فاتت، تدخل على الشارت عند الخط التمبراتشر اللي هتلاقي مكتوب عليه ايه؟ نيجاتيف 15، ماشي؟ من جوه أنا عايز الخط الهوريزونتال ده لحد ما يقطع خط الساتوريتد فيبر. كده جبت نقطة 1. اشوف خط الاس اللي بيعدي عليها او الموازي الخط قريب، شايف مكتوب عليه كتابة يعني تمشي موازي للكيرفتشر اللي عندك، يبقى انا كده ايه؟ عرفت احسب الاس. طيب دي كده نقطة 1. يبقى جبنا اتش 1. عايز اجيب 2 بقى، انا عارفة ان هي نفس خط الاس، يبقى حمد نفس خط الاس ده لحد ما يقطع المفروض يقطع ايه؟ بريشر الكوندنسر اللي هو منطبق على التي كوندنسيشن دي جوه الوات ريجن. فانا هروح عند خط درجه الحراره اللي مكتوب عليه 41 سلسيوس ومده ايه؟ هوريزونتالي كده. يجي هنا يقابل خط الاس اللي احنا جبناه من شويه، يبقى كده جبت نقطه 2، تنزل تحت تقرا اتش 2، تمام؟ نفس الخط ده يقطع خط الساتوريتد ليكويد، تنزل تحت تقرا اتش 3، تمام؟ و اتش 3 هي مين؟ اتش 4. طيب حلو كده جبت الاتشات. ابدا بقى اشوف هو عايزني احسب ايه. هو قال لي اول مطلوب خالص كان طالب مني ايه؟ الكولينج كاباسيتي، وعايزها بالتون ريفريجريشن. هي الكولينج كاباسيتي عباره عن الماس فلو ريت بتاعه الريفريجرنت في فرق الاتشات على الايفابوريتور، يعني اتش 1 ماينس اتش 4. هل انا معايا اي حاجه من دول؟ الاتشات معايا، بس انا مش معايا الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت، فانا كده وقفت ومش عارفه احسب الكولينج كاباسيتي بالطريقه دي. طيب هي يعني ايه كولينج كاباسيتي؟ هي المعدل اللي بيحصل بيه التبريد، يعني كميه الحراره اللي انا بسحبها من عشان اوصل للبرودكت اللي عندي ده في الثانيه بقى، عشان ده ريت، تمام؟ الكيلو وات عباره عن كيلو جول بير ثانيه بير سكند، يبقى انا بسحب كام كميه حراره، كام كيلو جول في السكند، هو ده الايه؟ الكولينج كاباسيتي. جميل. يبقى انا لو انا يعني وقفت من السكه بتاعه الريفريجرنت ومش عارفه احسب ايه الكولينج كاباسيتي هنا، مش عارفه اسحب اعرف الايفابوريتور سحب حراره قد ايه، بس اقدر اوصل لها من سكه ثانيه عن طريق البرودكت. انا عارفه ان البرودكت ده كان درجه حرارته 25، انا عايزه اوصله لنيجاتيف 5، عايزه اوصله الايس درجه حرارته نيجاتيف 5. يبقى اقدر احسب كميه الحراره اللي محتاجه اسحبها من الميه علشان تتحول لايس عند درجه حراره نيجاتيف 5، هي دي الحراره اللي الايفابوريتور بيسحبها، تمام؟ يبقى انا هاخدها من سكه ايه؟ البرودكت. طب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل للبرودكت ده. ادي هنشيل ده شويه. البرودكت ده كان عند درجه حراره بتساوي 25 دجري سلسيوس اللي احنا سميناها ايه؟ التي انيشال بتاعتي. جميل. كان ميه عند درجه حراره 25، انا عملت كولينج ففضلت ابرده لحد ما يوصل لدرجه حراره كام؟ 0 ديجري سلسيوس. كده ايه؟ وصل للفريزنج بوينت. طب انا لسه ببرده، يبقى هيحصل له ايه؟ هيفضل ثابت شويه عن 0 ديجري سلسيوس وهو بيتحول من ليكويد الى ايه؟
الى solid، يبقى هنا خلاص وصل ان هو بقى 100% solid، لسه عند 0 degree celsius. اقف هنا؟ لا، ده هو عايز يوصل لدرجه حراره نيجاتيف 5 كمان، يبقى هفضل ابرد كمان لحد ما اوصل لنيجاتيف 5 degree celsius. دي كده التي فاينل بتاعتي، دي هنسميها ايه؟ التي فريز. جميل، يبقى البرودكت ده عدى بثلاث مراحل عشان ايه؟ احوله من ميه عند درجه درجه حراره 25 الى ايس عند درجه حراره نيجاتيف 5. المرحله دي بنسميها ايه؟ تشيلنج، بتبرد فيها الميه. طب نوع الحراره اللي الميه دي خدتها ايه؟ هنا الحراره دي نوعها سنسبل هيت، لان درجه الحراره بتقل معاك من 25 لحد ما وصلت ايه؟ للزيرو. فالحراره السنسبل هي عباره عن الام دوت في السي بي دلتا تي. جميل، من زيرو او على الفريزنج، المرحله دي كده ان احنا بنسميها ايه؟ فريزنج. فضل ثابت عند درجه حراره 0 دجري سيلسيوس، اتحول من 100% ليكويد ل 100% ايه؟ سوليد. جميل، نوع الحراره بقى اللي في المرحله دي، في المره دي عشان يحصل فيس تشينج عند درجه حراره ثابته، دي بنسميها ايه؟ ليتنت هيت. ودي بتتحسب ازاي؟ عباره عن ماس فوريت في ليتنت هيت اوف فيوجن بقى في الحاله دي، اللي هي الحراره اللي محتاجاها عشان احول الميه لايس او الايس ايه لميه. اوكي، عندنا ايه تاني؟ ايه تاني؟ هنا بقى المرحله الاخيره دي، انا بعد الفريزنج انا كمان بردت اكتر، ففي الحاله دي بنسميها سب فريزنج. والحراره دي نوعها ايه؟ سنسبل هيت، درجه الحراره قلت من 0 لنيجاتيف 5. فالكيو سنسبل عباره عن ام دوت سي بي دلتا تي. يبقى انا وصلت من الكلام ده لايه؟ كده عرفت ان كميه الحراره اللي محتاجه اسحبها من الميه لدرجه حراره 25 احولها لايس لنيجاتيف 5، اللي هي الكيو يعني بتاعت البرودكت، هي عباره عن ايه؟ عباره عن نخلي دي كيو سنسبل 1 دي كيو سنسبل 2، فتبقى عباره عن كيو سنسبل 1 بلس الكيو ليتنت بلس الكيو سنسبل 2. حلو، الكلام ده بيساوي ايه؟ كلهم مضروبين في الماس فلوريت، فانا هاخد الماس فلوريت بتاع البرودكت ده ايه؟ كومن فاكتور بره، تمام. مضروب في مين؟ يتبقى هنا سي بي، سي بي ايه؟ بيفور فريزنج، قبل ما يبقى فريزنج كان هو هنا ايه؟ ميه، يبقى دي السي بي بتاعت الميه في دلتا تي، في التي انيشال ماينس التي فريز. حلو الكلام ده، بلس الليتنت هيت، احنا خدنا الماس فوريت بره، يتبقى لي ايه؟ الليتنت هيت اوف فيوجن اللي هي 335، دي اعطاها لي جيفن برضو، بلس اخر حاجه السنسبل هيت دي، احنا خدنا الماس فوريت بره، يتبقى سي بي. بس خلي بالك هو في الحاله دي كان ايه؟ كان ايس، يبقى انا هاخد السي بي بتاع الايس في دلتا تي، هتبقى عباره عن تي فريز ماينس التي ايه فاينل. دي كده الايكويشن بتاعتي. تعالى نشوف هنعوض فيها ازاي. دي الماس فلوريت، الماس فلوريت بتاع البرودكت هو عطيهولي كان طن بر داي، تمام صح؟ كان عطيه طن بر داي، قال لي 25 طن بر داي، فانا عايزه احول من طن لكيلو جرامز، فهضرب في 1000 يبقى 25000 كيلو جرام. طيب بر داي عايزه احولها لسكند، يبقى 24 في 3600، كده حولتها ايه؟ الكيلوجرام بير سكند، ده الماس فلوريت. نبدا نعوض جوه. السي بي بتاعت الميه محفوظه 4.2 او 4.80 في درجه حراره الانيشال، درجه حراره الميه 25 ماينس التي فريز بزيرو بلس 335 بلس السي بي بتاع الايس هو عطيهولي كان 2.09 فرق التمبرتشرز 0 ماينس التي فاينل اللي هي نيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 5 كمان يبقى بلس 5. يبقى انا من هنا كده ايه؟ عرفت احسب كميه الحراره اللي محتاجه اسحبها من الميه عشان احولها لايس عن درجه حراره نيجاتيف 5. المفروض ان هي دي تبقى كميه الحراره اللي الايفابوريتر هيسحبها، بس احنا بنعتبر كفاكتور اوف سيفتي كده ان احنا بنقول ايه؟ ان الكيو بتاعت الايفابوريتر او الكولينج كاباسيتي، يعني نسميها ايه؟ الكولينج كاباسيتي بتاعت الايفابوريتر هتبقى عباره عن الكيو اللي البرودكت محتاجها، بس حاضر في 1 بلس اللوسز، وبنأسيوم ان اللوسز دي حوالي من 10 ل 20 ايه في المية. لو كانت جيفن بنعتبرها في الحساب، مش جيفن يبقى كانها مش موجوده، تمام؟
ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايفابوريتور كده هيسحب كمية حرارة اكتر من اللي انا محتاجاها عشان احول المية لدرجة حرارتها 25 لايس عند نيجاتيف 5. طب ليه؟ لان ممكن في السكة المواسير بتاعة الفريون دي تسخن، صح؟ فانا عايزة اضمن ان في كل الاحوال البرودكت بتاعي هيوصل لدرجة الحرارة اللي هم عايزينها. فهو ده الفايدة بتاعت ايه؟ الفاكتور اوف سيفتي اللي احنا عملناه ده. لو كان جيفن هنعتبره موجود، ما كانش جيفن يبقى هنشيل اللوسز دي خالص ونقول ساعتها ان الكولينج كاباسيتي هو عباره عن الكيو برودكت اللي احنا لسه حاسبينها من شويه دي. بس خلي بالك ده كده ايه بالكيلو وات، هو عايزها بالتون ريفريجريشن، يبقى هقسم على 3.5 يطلع لي بالتون ريفريجريشن. تمام قوي كده. فاضل لنا ايه؟ احنا كده حسبنا الكولينج كاباسيتي، صح؟ هو كان طالب ايه اصلا؟ اول قال لي اول حاجه صح، عايز الكولينج كاباسيتي بالتانر ريفريجريشن. تمام جبناها، ده اول مطلوب. المطلوب الثاني كان عايز الباور، عايز الباور اللي هي عباره عن ام دوت ريفريجرنت في اتش 2 ماينس اتش 1 فرق الاتشات على الكمبريسور مقسومه على ايه الميكانيكال افشنسي لو كانت موجوده. هو هنا مش عاطيني ميكانيكال افشنسي، يبقى دي ايه هعتبرها بواحد. الاتشات مفيش مشكله، بس انا لسه ما جبتش الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت. طب ما انا اقدر استفيد الكولينج كاباسيتي اللي انا لسه حاسباها دي، صح؟ اقول ان ايه الكولينج كاباسيتي ان انا ما جبتها من ناحيه البرودكت اساويها من الناحيه الثانيه من ناحيه الريفريجرنت. يبقى الكولينج كاباسيتي اللي انا لسه حاسباها من شويه هي هي الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت في اتش 1 ماينس اتش 4. الاتشات معايا، وهيبقى المجهول الوحيد هو الماس فلو ريت بتاع ايه الريفريجرنت، كيلو جرام بير سكند. جبت الماس فلو ريت بتاع الريفريجرنت والاتشات هنا معايا، يبقى قدرت كمان احسب الباور ايه بالكيلو وات. خلاص مفيش مشكله. فاضل اخر حاجه كان عايز يحسب، عايز يحسب الفوليوم فلو ريت بتاع ميه التبريد اللي هي في الكوندنسر، ميه التبريد اللي هتبرد الكوندنسر، عايزها بالمتر كيوب بير اور. بص كده على الرسمه، اهي دلوقتي الريفريجرنت اللي ماشي جوه المواسير بتاعت الكوندنسر، تمام؟ المفروض انا هسحب منها الحراره عن طريق ميه التبريد اللي جايبينها بقى ايه من كولينج تاورز او اي مكان. فالميه الكولينج بوتر دي داخله بدرجه حراره 25، هتخرج ايه ب 31. طيب الحراره ريجكتد من الكوندنسر مش هي هي الحراره اللي هتاخدها ميه التبريد؟ هي هي. يبقى تعالى كده نعمل الهيت بالانس ده، فنقول ان الكيو ريجكتد من الكوندنسر اللي هي عباره عن الماس فلو ريت بتاعت الريفريجرنت في فرق الاتشات على الكوندنسر اللي هو فين فرق الاتشات على الكوندنسر، اللي هي اتش 2 ماينس اتش 3. جميل. الكلام ده بيساوي الكميه الحراره اللي هتاخدها ميه التبريد، فيبقى دي عباره عن ايه الماس فلو ريت بتاعت الكولينج ووتر السي بي كولينج ووتر في الدلتا تي رايز. انا معايا ايه الماس فلو بتاع الريفريجرنت مفيهوش مشكله، والاتشات كمان مفيهاش مشكله. ماس فلو ريت اوف كولينج ووتر ده اللي هو طالبه مني سي بي الميه 4.2 و 4.18، الدلتا تي رايز قال لي ان هي 6 درجات سلسيوس. طبعا دي مش هتفرق سلسيوس او كلفن، لان دلتا تي سلسيوس هي هي دلتا تي كلفن. جميل. يبقى هطلع من هنا ايه الماس فلو ريت بتاع الكولينج ووتر، هيطلع لي رقم كيلو جرام بير سكند. بس هو طالب مش ماس فلو ريت، هو عايز فوليوم فلو ريت، لان قال لي الوحده بتاعتها متر كيوب بير اور. طب اجيبها ازاي؟ احنا قلنا ان الدنسيتي عباره عن ماس على فوليوم او ماس فلو ريت على فوليوم فلو ريت. يبقى عشان نجيب الفوليوم فلو ريت هقول هو عباره عن الماس فلو ريت على الدنسيتي بتاعت الميه في الحاله دي، يبقى 1000. انا ده لسه جايباه اهو، هقسم على 1000 كده جبته كفوليوم فلو ريت، بس وحدته متر كيوب بير سكند. هو عايزه كمتر كيوب بير اور، فهضرب في 3000 ايه و600 كده طلعته متر كيوب بير اور، وده اللي هو كان طالبه في المساله اخر حاجه. تمام كده ايه خلصنا اول سكشن. لو حد عنده اي اسئله بيبعته هنجاوب ان شاء الله.